وخلال الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأمريكي والروسي أمس، حذر بايدن من رد حاسم من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في حال غزت روسيا أوكرانيا. من جهته حذر بوتين نظيره الأمريكي من فرض عقوبات جديدة على بلاده وسط التوتر الحاصل بين روسيا وأوكرانيا. ومتابعة للمواقف الأمريكية بضوء الاتصال بين الرئيسين الأمريكي والروسي، معنا من واشنطن مراسلتنا أمينة سريري. أمينة، ربما عام أعاد الحرارة إلى العلاقات الروسية الأمريكية، ولكن لا نتائج ملموسة، لا قرارات حاسمة. يستمر هذا التحذير من قبل الخارجية الروسية بأن تكون هذه المفاوضات مفتوحة، وبيقول أن عنصر الوقت سيلعب ضد ذلك. كيف يمكن قراءة الموقف الروسي في ضوء تلويح الإدارة الأمريكية بالعقوبات من جديد؟ صحيح روبير، لهو ربما راجع لطبيعة تفكير أو السياسة الروسية مقابل السياسة الأمريكية. السياسة الخارجية الروسية أو أوضح نوعا ما، وتريد دائما الحصول على نتائج آنية في الوقت الذي خاصة فيه الإدارة الديمقراطية لديها نفس طويل، ويمكن أن تستمر في المفاوضات التي ستجرى الشهر المقبل أو تمتد لأشهر ولفترة أطول، وهذا ما لا تريده روسيا. لكن على أي، حتى الولايات المتحدة الأمريكية وشركاؤها سواء في الناتو أو الاتحاد الأوروبي لا يريدون للتصعيد الحاصل حاليا على الحدود الأوكرانية أن يستمر طويلا. إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحسب مسؤول رفيع المستوى قالت إنها ستتخذ إجراءات في الوقت القريب، لكن هذه الإجراءات ستكون حسب الخطوات أو النهج الذي ستعتمده روسيا فيما يخص خفض التصعيد على أوكرانيا. الانتظارات كبيرة من الطرفين الأمريكي والروسي. الشروط التي وضعتها روسيا والتي قالت إنها لن تنتظر حتى يتم لربما دفنها في المفاوضات التي قد تدوم طويلا لا تلقى صدى واسعا هنا داخل الإدارة الأمريكية. الشروط هي إن سمح بتنفيذها مرة واحدة فإن ذلك سيفتح الباب أمام روسيا لفرض سيطرتها في منطقة شرق أوروبا ووسط أوروبا مستقبلا حسب عدد من المسؤولين الأمريكيين، وهذا بطبيعة الحال ما لن تسمح به إدارة بايدن التي وضعت في أولوية الخطر الذي يهدد أمنها القومي روسيا إلى جانب الصين في خلال فترة إدارتها. مراسلتنا أمينة السيري مباشرة من العاصمة الأمريكية واشنطن.